شيء من هذه العلامات تسليمه الخاصة. يعني تسليم الخاصة، الناس زمان كان أيام الرعيل الأول من الإسلام، القرن الأول والثاني والثالث، إلى أن اندثر أو تضاءل نور الإسلام في قلوب كثير من المتمسلمين أو مدعي الإيمان، أن الناس كان يسلم بعضهم على بعض. أي إنسان ماشي تعرفه أو لا تعرفه كان يسلم على بعض. يعني ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فكان الناس يسلم على بعضها، ألقي السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. ما الذي حدث في آخر الزمان؟ من علامات الساعة التي ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم تسليم الخاصة. في داخل بناية معينة تجد واحد واقف ينتظر المصعد مثلا، أو ربما تركب معه بنفس المصعد، وإذا سلمت عليه ينظر إليه باستغراب، قال له هل تعرفني؟ تقول له لا. عجيب أن أول مرة أرى أن إنسان يسلم على واحد لا يعرف، أمر غريب. هذا هو الإسلام. فالناس تباعدت كثيرا، يصير السلام للمعرفة. إذا وجد إنسانا يعرفه يهش ويبش في وجهه، وإذا وجد من لا يعرفه لا يلقي السلام، مع أن السلام ده سبحان الله العظيم سنة عجيبة من سنن الإسلام العظيمة، ومن حق المسلم على المسلم إذا لقيته فسلم عليه. إن من حق المسلم على المسلم ست، يعني ستة أمور: إذا لقيته فسلم عليه، وإن مرض فعوده، وإن أصابه خير فهنئه، وإن أصابته مصيبة فعزه، وإن مات فشيع جنازته، وإن عطس فحمد الله فشمته. لما يقول يعني يعطس الحمد لله يقول الحمد لله، نقول له يرحمك الله. حتى عبد الله بن المبارك جلس بالجوار رجل ليس له في علم الدين شيئا، فعطس الرجل، فابن المبارك استحيا أن يعلم الرجل الكبير، فقال له بالله عليك وماذا يقول الإنسان الذي يعطس؟ قال له يقول الحمد لله. فقال له يرحمك الله. الله أكبر. شو التعليم؟ شو له أنت كمان دي مش فاهمها، أنت مش عارف شيء، يا عم روح اتعلم شوية، ولا تعالى أعلمك. يا رجل هل رأيت كريم الله موسى في أدبه وتواضعه لما ذهب للخضر وقال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ إذا برد الخضر كان عجيب، قال إنك لم تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فشدد عليه المسألة وقال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. ورأى موسى العجائب حتى قال صلى الله عليه وسلم لو صبر أخي موسى لأرانا الخضر من عجائبه. فانظر إلى أداب النبوة، وانظر إلى أداب المتعلم. فأنا أقول أن مسألة السلام دي فيها 30 حسنة، ولذلك أنا أهيب بكل أبنائنا وبناتنا ورجالنا ونسائنا إذا ردوا على الهاتف يا أخي قل السلام عليكم. يقول يا أخي وربما أنه مش يا عم قل السلام عليكم. يعني هي يعني هلو دي يعني هي دي المحببة إلى أذنك؟ حبب إلينا السلام يا أخي. الله هو السلام ومنه السلام سبحان الله العظيم، وعليك أنت السلام. يعني 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 اجعل كلمة السلام هذه الجميلة تأخذ 30 حسنة، وتجعلني أنا أشجع نقول عليكم السلام ورحمة الله لي 40 حسنة. والسلام سنة والرد فرض. والذين يغضبون من الذين يردون السلام عليهم أو لا يردون، أن الذي يرده هو الله رب العالمين فلا تحزن. سبحان الله، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت سعد بن معاذ ويقول السلام عليك يا سعد، فلم يرد سعد. قال السلام عليك يا سعد، فلم يرد. قال السلام عليك يا سعد، فلم يرد. فالرسول سار وانطلق، فانطلق خلفه سعد وقد كان داخل البيت. قال يا سعد أما تسمعني؟ قال من أول مرة يا رسول الله. قال ولما لم ترد؟ قال أستزيد من بركة سلامك يا رسول الله. أصل السلام لسعد لما يخرج من فم الرسول صلى الله عليه وسلم صار سلاما، سلام دنيا وسلام أخرى، والسلامة كلها في لفظ رسول الله عليه الصلاة والسلام. يبقى السلام ايه؟ تسليم الخاصة. هذه علامة من علامات الساعة، أسلم على من أعرف، لكن من الواجب أن يعني يسلم الجميع على بعض.